ناخذ اول مثال. عندي صف فيه 50 طالب. خلينا ناخذها على روبوت ايمج ريكوجنيشن. عندي روبوت بيقدر يتعرف على الطالب بسهوله انه لابس نظارات او مش لابس نظارات، بس صعب انه يميز انه ولد او بنت. هي مثال على ايفيدنس. فلما اجي اطلع عندي هون بال 50 عندي 20 منهم طالبات و 30% منهم طلاب. من هدول في خمسه بيلبسوا نظارات، ومن الطلاب عندنا سبعة بيلبسوا نظارة. ماشي واضح؟ هلا شو السؤال بنسأله؟ هلا احنا بنقول عم نسأل الروبوت بنقول له شو احتمال انه هاي البنت انها تكون انه هذا الشخص اللي امامه لسه مش عارفين ايش عن السبكتكلز. فيش عندي في عندي بالبداية. فراح ابدا البرايورتي تبعتي. السؤال اللي بسأله اذا الروبوت ما عنده اي معلومات اخرى ايش راح يجاوبني؟ بس انا ايش البروبابيلتي انه هذا يكون بنت طالب جيرل؟ 20 على 50 مش هيك؟ 0.4. اذا احنا in the absence of any other information ما عندي اي information ثانيه راح ابدا من هاي المعلومه راح اقول انها 0.4. اذا هاي هي البروبابيلتي، هاي الهايبوثيسيس، هاي الهايبوثيسيس بتساوي 0.4. هلا بنيجي بنقول للروبوت اعمل ديتكشن انه هذا الشخص لابس نظارات او مش لابس نظارات. فهون عم نسال عن spectacles، راح نرمز له بالرمز PS. فراح نقول الان اذا كان هذا الشخص لابس نظارات اللي هي probability of girl given spectacles. حسب بايز لو شو بدها تساوي؟ اول شيء ايش بدي اخذ؟ باخذ الابريوري probability، هاي اللي بدي اعدلها، وبعدلها باي شكل؟ probability of spectacles given girl على probability of spectacles. مضبوط الكل فاهم هاي وين اجت؟ هذه ايش هذا؟ هاي بايز لو. بايز لو بقول probability of A given B probability of B بيساوي probability of B given A probability of A. مظبوط انا حطيته مظبوط لانه هاي عباره عن هاي probability of B and A وهاي probability of B and A، بس حطيتهم بشكلين مختلفين وعدلنا بعدين اخذنا مثلا probability of A وقسمنا هذه هون عليها فصارت probability of A given هاي صارت هون probability of B given A وشلنا هذه من هون فصار عندي probability of A او لا نحن لازم نعكسها عشان تصير حسب المعادله هناك بهذا الشكل اللي هون لازم احطهم فوق. فبصير عندي probability of girl given انه احنا اجانا evidence spectacles ناخذ ال probability of girl الاصليه اللي هي قديش كانت؟ 0.4 وبدي اعدلها برقم حتى اشوف انها بترتفع ولا بتنخفض. اذا بصير عندي هلا هون probability of girl انا عارف انها 0.4. خلينا نطلع البروبابيلتيز الثانيه. ايش probability of spectacles given انها girl؟ ايش احتمالها تكون لابسه نظارات اذا كانت 25؟ عندي wear spectacles 5 من 20 بيلبسوا مش هيك؟ اذا هذه صارت ربع. وايش بدي كمان؟ probability انه عندي spectacles قديش عدد الطلاب كلهم اللي بيلبسوا spectacles؟ 5 و7 مش هيك؟ 12 من قديش؟ 50. بصير رقم الجديد. هلا شو بصير بالرقم؟ بيرتفع ولا بنخفض؟ بالكاد بتغير لانه 12 على 50 تقريبا ربع مش هيك؟ تقريبا، بس هو يمكن بزيد شوي صغير. فبتصير 0.416. فارتفعت من 0.4 ل 0.416، ارتفاع بسيط. هو يعني المثال كان يمكن الاحسن نحط احنا رقم مختلف يرتفع شوي، بس يتغير الايفيدنس. هل تغير الايفيدنس؟ صار عندي ايفيدنس جديد، تغيرت البروبابيلتي بناء على ايفيدنس جديد. هل انا متاكد انها جير؟ لا، فصار عندي ايفيدنس اعلى انها جير بناء على الارقام الموجوده. لانه لاحظوا هون نسبه 5 على 20 اعلى من نسبه 37 مش هيك؟ مضبوط 37 اعلى بشوي صغير، اعلى بشوي صغير عشان هيك ارتفعت البروبابيلتي. ماشي الكل.